يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري، فجاء رجل آخر وقال أنا أعطيك. رجل ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري، فجاء رجل آخر وقال أنا أعطيك 60,000 ريال وأحل محلك في استلام القرض، فهل هذا حرام؟ وهل هذا لا يجوز، هذا حرام، بيع دراهم بدراهم، بيع الدراهم التي سيقرضه البنك ليعمر بها سكنا له بدراهم أقل منها، هذا لا يجوز. والدولة ما جعلت هذا الصندوق إلا لأجل مساعدة الناس في بناء مساكن لهم، ما جعلوه للبيع والشراء. إذا كنت لا تحتاج هذا لا يجوز لك القرض، القرض أصلا ما يجوز، أنت غير محتاج له ولست من أهله، نعم، ما هو ملك لك، هذا مجعول للمحتاج اللي ما يقدر يعمر مسكن، أما أنت غني اعمر من مالك، نعم.